لسه كنت هكلمك عنها، لان ده مشروع كبير جدا، ان ده انا حقيقي. وهو يمكن كل الناس بتسال عنه. هو هيبدا تقريبا في نص اغسطس، في منتصف شهر اغسطس، فطبعا عايز اعرف تفاصيل عنه. هو بدات دلوقتي على المنطقه الترفيهيه، ده اماكن حقيقي، مخصصه لمهرجان نبته، اتبنت في يوم وليله ده فعلا زي ما حقيقي، انت في بتقولي. يوم وليلة انا كنت بصور هناك، تاني يوم لقيتها جاهزه. لقيتيها طبعا. احنا بنجري الحقيقة، انه اي حد شغال في المهرجان بيجري، عايزين نقدم احسن حاجة، عايزين كل حاجة تكون يعني 100%، لانه احنا نستحق ده جميعا، كلنا صحيح. كلنا نستحق ان احنا يعني ناخد جودة وناخد خدمة بالشكل ده. نبتة ايه اللي هيقدمه الاطفال؟ مخصصه للاطفال، هي ورش عمل للاطفال، والتيكتس او يعني اللي حابب يحجز من خلال تذكرتي. عاملين شغل حلو قوي للاطفال، لان احنا حريصين انه يبقى في تنوع، عايزين كل الناس تبقى موجوده، عايزين الشباب وعايزين الاسره وعايزين الاب وعايزين الام وعايزين الطفل كمان يجي ويستفيد. فهي انترتينمنت، يعني عاملين ميكس بين الانترتينمنت والاستفاده. تهيألي انه دايما مجال الاطفال كنا بنقول انه في الفترة الاخيرة يعني فين، عايزين نقول هو فين دايما، مش المستوى اللي احنا بنطمح له، يعني مش دي الحاجات اللي عايزين نوصلها لاولادنا في بالظبط. السن الصغير ده بالظبط، محتاجين اكتر شغل عليهم، لان هو ده الجيل القادم اللي بنقول عليه، لازم نبنيه من دلوقتي. وده محتوى مهم جدا جدا، طبعا اعتقد انت يعني عارفة برضو ده دينا، يعني انه محتوى الطفل ده من اهم ما يقدم، يعني ومش اي حد يقدر يقدمه، ده اصعب محتوى حقيقي، محتوى الطفل ده اصعب محتوى، اللي يعرف يقدمه يعرف يعمل اي حاجه. بالظبط. فكنا حريصين قوي ان النبته تبقى موجوده على المستوى ده. عايزه اقول لك ان هي على مستوى عالي جدا جدا، كل حاجه يعني نبته ليها تيم خاص بيشتغل كانه هو مهرجان صغير تحت مهرجان العالمين، يعني من اهميته ومن حرصنا ان هو يطلع بشكل لائق ويكمل معانا ان شاء الله ان بعد شاء كده. الله. فالحقيقه نبته هيبقى يعني، وهنعلن اول باول يعني اللي جاي. اكيد انا عارفه ان هو لسه في اجراءات او في يعني حاجه فعاليات خاصه بيه بيتم تجهيزها، اكيد لسه المعلومات هتكون كامله يمكن خلال الاسبوع اللي جاي قبل ما ده يبدا حقيقي. يعني الاسبوع احنا ان دايما شاء نحب الله. نعلن قبلها على طول، بس يعني من خلال تذكرتي ومن خلال ويب سايت العالمين، اللي حابب يعرف ازاي يقدر يشارك يحجز او الاطفال تشارك هيخش ويحجز. ويعني نتمنى، انا دايما بقول نفسي اشوف كل المصريين، نفسي اشوف كل الناس هنا، احنا مستنيينكم كلكم هنا.